السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الكغاتان. المكون الاساسي فيها هو بطاطا، ان شاء الله تعجبكم، وهي فعلا كتجي رائعه وكتجي لذيذه وسريعه اقتصاديه. ما غاديش ندير فيها شي نوع ديال اللحم، غادي ندير غير نكتفي غير ببطاطا كيف ما قلت لكم، هي المكون الاساسي. وغادي نضيف وغادي ندير معها واحد البصيله. اول حاجه غادي نبدا بنسبق البصله هي الاولى. دابا درت فيها شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه، غادي نحطهم فوق البوطه حتى تذوب ليا هذه البصله شويه، وعاد غادي ندوز نكمل. صافي البصله هي تقلات ليا كيف ما بغيت. البصله غير بوحدها راه كتعطي واحد الرائحه زوينه، كتعاون على اللذه ديال الكغاتان. دابا البصله هي وجدات. دابا غادي ندوز نصايب لاصوص بيشاميل. اول حاجه غادي ندير الزبده في كسرونه، غادي ندير تذوب شويه، عاد غادي نزيد عليها الدقيق. هنا عندي جوج المعالق ديال الزبده مع جوج المعالق ديال الدقيق الابيض. الدقيق الابيض الزبده هي هذه بدات كتذوب. دابا غادي ندير عليها الدقيق وغادي نبقى نحرك. دبت الدقيق، خاصنا نبقى بقيت كنحرك، ها هو داير التجمع. دابا غادي نزيد عليه نص اطرو ديال الحليب وغادي نحطو فوق البوطه وغادي نبقى نحرك نبقى ندير بشويه بشويه. عندي ندير نص اطرو، دابا هادي عندي ما كاملش نص اطرو، خاصني نزيد وندير الملحه، ندير البزار، ندير الملحه. صافي كيف ما قلت لكم غادي نحطو فوق البوطه وغادي نبقى نحرك، ما نحيدش يدي من التحراك. انا كنحرك وانا كنخوي في الحليب باش ما يتكورش ليا. وفي الاخير غادي نزيد الكوزه، غادي نحك شويه الكوزه معاها. لاصوص بيشاميل هي هذه وجدات، هادو اللي كتشوفوا فيها هادي راه الكوزه حكيت عليها. قلت لكم هنايا درت كيف ما قلت لكم نص اطرو ديال الحليب مع جوج المعالق ديال الزبده مع جوج المعالق ديال الدقيق الابيض، وزدت البزار والملحه وكيف ما قلت لكم الكوزه. فاش كنديروها فوق البوطه راه ما كنزغاوش من التحريك، خصنا نبقاو نحركو باستمرار باش ما تكورش وباش ما تلصقش لينا، باش ما تلصقش وباش ما تكورش. هذا هو الهدف. ودابا جبت هذا الامول، غادي ندير فيه بطاطا، وهنا محتاجه شويه الجبن الاحمر، وهنا عندي اليازير والزعتر. صافي غادي نستف انا هذه البطاطا هنايا كلها. البطاطا راها مسلوقه، راه سلقتها واحد شويه. هنا انا هاد البصله غادي نضيفها على هاد لاصوص بيشاميل. كتجي هاد الكغاتان كتجي لذيذه بالاضافه هاد البصله، راه كتجي بنينه بنينه. صافي دابا كيف ما نستفس البطاطا غادي ندير هاد لاصوص، ندير واحد الطبقه اولى. دابا غادي ندير الجبن، هنا غادي خصني نزيد على حساب الطبقة الفوق. وغادي ندير هاد يزير مخلط مع الزعتر،
صافي. وغادي نستف عاوتاني بطاطا كملها عاوتاني. دابا كملتها في التستف، غادي ندير هاد لاصوص بيشاميل اللي بقات. ما نقول لكم كتجي بنينه بنينه بنينه، خصكم تجربوها ان شاء الله. ما احتاجناش فيها شي نوع ديال اللحوم، ولا نكتفيت غير بالخضره باش تكون اقتصاديه وتكون سريعه في نفس الوقت. غادي نكمل هاد لاصوص البيشاميل اللي عندي كلها نصفها من هنا، وغادي ندير عاوتاني الفرماج من الفوق في الطبقه الاولى. نزيد شويه صافي، ندير عاوتاني شويه الزعتر مع اليزير من الفوق، يزير نقطعو شويه طريفات نقطعوه رقيق. صافي، وغادي نغطيه دابا بالبابي كويسون وندير من فوق بابي الومنيوم. وحيت كيف ما شفتو كيف ما قلت لكم راه البطاطا طايبه نص طايبه، ما غاديش تشدينا بزاف ديال الوقت. المهم الفران دابا راه سخون، غادي نغطي عليها. غادي نغطي عليها الحنكة وغادي ندخلها للفران نجهد درجة الحرارة ديالها 200 ونتلاقاو من بعد. دابا الكاطا هي طابت، جبدتها من الفران. كيف ما قلت لكم ما طلبتش مني الوقت بزاف حيت البطاطا اصلا كانت مسلوقة شوية. صافي دابا غادي نشعل عليها من الفوق باش تحمر ليا من هاد الواجهة ونتلاقاو مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطا اللي حضرت اليوم، كنتمنى يعجبكم حيت فعلا فعلا كيجي لذيذ لذيذ بزاف، وكنتمنى تجربوه. وشكرا لكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش اللي كنتو مشتركينش في القناه تشتركوا وتشجعونا باللايك وشكرا.